السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المحاضرة نشرح مفهوما آخر من مفاهيم الاحتمالات، وهي function مرتبطة بال probability density function، واسمها the cumulative distribution function، أي دالة التوزيع التراكمية، وهي عبارة عن احتمال كما سنرى في التعريف. أحيانا في بعض المسائل الاحتمالات أو المسائل العملية التي تواجهنا في الواقع، مطلوب منا احتمال انه الراندوم فاريبل اكس يكون موجود بين اس وتي، او ياخذ قيم اكبر او بتساوي اس واقل او بتساوي تي، او مطلوب منا حساب احتمال انه اكس اكبر او يساوي اس واقل او بتساوي تي. ففي الحاله هاي طبعا بحسب تعريف الاحتمالات ممكن نستخدم المجموع في حساب هذا الاحتمالات، يعني بنشوف كل قيم إكس الموجودة بين إس وتي ونحسب احتمالاتها، يعني احتمال إكس أكبر بتساوي إس وأقل بتساوي تي هو مجموع كل الاحتمالات بي إكس أوف كي عندما كي تتغير من إس إلى تي، عندما كي تأخذ القيم من إس إلى تي. ففي الحالة هذه بشكل عام ممكن إحنا نكتب معادلات بهذا الشكل: احتمال إنه إكس يكون أكبر بتساوي إس وأقل بتساوي تي يساوي احتمال انه اكس تكون اقل او بتساوي تي. فهنا حسبنا كل الاحتمالات لكل القيم التي تكون اقل او بتساوي تي، ناقص احتمال اكس اقل او بتساوي اس ناقص واحد، طرحنا منها كل الاحتمالات التي تسبق اس. فهنا بنحسب الاحتمالات من اول قيمة بيخدها اكس لحتى تي، هذه تي، ثم بعد ذلك طرحنا كل القيم من أول قيمة لحتى S ناقص واحد، فتبقى لدينا S و S بلس واحد لحتى T، يعني طرحنا هذا كله من الاحتمالات، فهذا يساوي احتمال إنه X تكون أكبر أو تساوي S وأقل أو تساوي T. فالمسألة بسيطة جدا، إن شاء الله سنرى العديد من الأمثلة والأسئلة التي حول هذا الموضوع. إذا هان الفكرة إنه بدل ما نحسب الصم ممكن يكون صعب، فبنحسبها بالشكل هذا أسهل، عندي حدين فقط فممكن أحسب منها احتمال إنه إكس يكون أكبر بتساوي إس وأقل بتساوي تي بهذا الشكل. الآن هذا الشكل له تعريف، احتمال إنه إكس أقل أو بتساوي تي هو نفسه تعريف اللي بسموها الكوميلاتيف distribution function، واختصارها CDF، عند النقطة T كما سنرى في التعريف التالي. تعريف definition 3.3.4، فبقول let x be a discrete random variable for any real number t the probability that x takes on a value less than or equal to t is the cumulative distribution function، واختصارها CDF of x، ونكتبها بهذا الشكل f كبيرة fx of t. لاحظوا انه هنا t بتاخد اي real number، فبالتالي عندما نعرف ال CDF او fx of t بنعرفها لكل ال real numbers، وبتعريف رسمي fx of t تساوي p of كل العناصر الموجودة في السامبل سبيس اللي بتخلي قيمة الراندوم فاريبل x أقل أو بتساوي t، أو كما أشرنا سابقا يمكن كتابتها بسهولة بهذا الشكل fx of t بتساوي احتمال x أقل أو بتساوي t. فبنراكم الاحتمالات من البداية حتى t، ولهذا تسمى cumulative distribution function. ومثال على ذلك compute احتمال x أكبر بتساوي 21 أقل بتساوي 40 for a binomial random variable x with n equals 50 and p equals 0.6، يعني x له توزيع binomial، عدد المحاولات يساوي 50 واحتمال السكسس يساوي 6 من 10، ونريد حساب احتمال انه x أكبر بتساوي 21 وأقل بتساوي 40. عند حساب p of x أكبر بتساوي 21 أقل بتساوي 40 بدون استخدام الـ cumulative distribution function، فبلزمنا نجمع العديد من الحدود، يعني هذا تساوي احتمال x بتساوي 21 زائد احتمال x يساوي 22 زائد احتمال مستمر بهذا الشكل حتى زائد احتمال x يساوي 40، ففيها حدود كثيرة نريد حسابها. توجد جداول وبرامج حاسوب نستطيع من خلالها حساب مثل هذه الاحتمالات بشكل سريع وبشكل سهل.
فالفكرة هي كالتالي: احتمال X أكبر بتساوي 21، أقل بتساوي 40، يساوي بنجمع كل قيم الـ Px of K لـ K من 21 إلى 40، نجمع هذه كلها الاحتمالات ومعادلتها معروفة. لكن باستخدام الـ CDF نقول إنه احتمال X أكبر بتساوي 21 وأقل بتساوي 40 يساوي احتمال X أقل أو بتساوي 40 ناقص احتمال X أقل أو بتساوي 20، فيصبح لدينا فقط احتمال X بتساوي 21 و22 و23 لحتى 40، وهذا بنعبر عنه باستخدام CDF of X. فبنقول إنه هذا يساوي FX of 40 minus FX of 20. فطبعا توجد جداول كثيرة في كل الكتب، حتى الكتاب اللي معاكم، وآلات حاسبة خاصة بحساب الاحتمالات على النت أونلاين، وأيضا في برامج الحاسوب كلها بتحسب هذه بشكل سريع. وإن شاء الله سأطلعكم على كيفية استخدام الجدول في حساب CDF تبعت توزيعات عديدة، منها توزيع الباينوميال. فبالتالي باستخدام هذه الجداول نقول إنه احتمال X أكبر بتساوي 21 أقل بتساوي 40 يساوي FX of 40 اللي بتساوي هذا العدد 0.9992 ماينس العدد هذا وهو FX 20 اللي هو 0.0034، والناتج يساوي 0.9958. وإن شاء الله سأعمل لكم محاضرة خاصة باستخدام الجداول واستخدام برامج الحاسوب عندما نأخذ أمثلة أخرى على الـ Discrete والـ Continuous Random Variables. مثال على هذا الكلام هنا، مثال 3.3.10 بقول Suppose that two fair dice are rolled، يعني نلقي حجري نرد منتظمين. Let the random variable x denote the larger of the two faces showing، يعني x تساوي الماكسيمم للعددين الناتجين من الحجر الأول والحجر الثاني. في الفرع A مطلوب إيجاد fx of t for t equals 1 2 لحتى 6، وفي الفرع b find fx of 2.5. بدنا نحسب قيمة cdf of x عند النقطة 2.5. فبالنسبة للسوليوشن لA السامبل سبيس المرتبط بإلقاء حجري نرد يتكون من 36 outcome، وشكل الاوتكمز هي كالتالي: S يساوي I و J. I بتأخذ القيم من 1 إلى 6، وأيضا J تأخذ القيم من 1 إلى 6، ونحن نريد حساب الماكسيمم. فبنعرف CDF كالتالي: FX of T تساوي احتمال X أقل أو يساوي T. الـ X هي الماكسيمم of I and J، فبالتالي نريد حساب احتمال إن الماكسيمم of I and J أقل أو بتساوي T. إذا كان الماكسيمم of I و J أقل أو بتساوي T، فيجب أن يكون I نفسها أقل أو بتساوي T، وأيضا J أقل أو بتساوي T، لأنه الماكسيمم لل I و J أقل أو بتساوي T. فهذا طبعا نعبر عنه بهذا الشكل، يساوي احتمال I أقل أو بتساوي T and J أقل أو بتساوي T. طبعا I و J مستقلة من طبيعة التجربة، لأنه إلقاء أحجار النرد أو إلقاء الكوينز كلها المحاولات كلها بتكون مستقلة. فبالتالي هذا نستخدم الضرب هنا، احتمال الضرب بالنسبة للintersection of two events، فاحتمال I أقل بتساوي T and هنا معناها intersection، J أقل بتساوي T يساوي احتمال I أقل بتساوي T ضرب احتمال J أقل بتساوي T. طب إيش احتمال إنه ال I أقل أو بتساوي T؟ احتمالها T على 6، واحتمال J أقل أو بتساوي T يساوي T على 6، فنضرب هذين الاحتمالين نحصل على T تربيع على 36، والقيم الممكنة لـ T هي من 1 إلى 6. للتوضيح على سبيل المثال نقول مثلا احتمال إنه I أقل أو بتساوي 1، هذا بتساوي 1 على 36. احتمال إنه I أقل أو بتساوي 2 يساوي احتمال إنه I يساوي 1 زائد احتمال إنه I يساوي 2، وهذا طبعا يساوي 1 على 36 زائد 1 على 36 ويساوي 2 على 36. وبشكل عام احتمال إنه I
أقل أو بتساوي ك يساوي ك على 36، والك طبعا تأخذ قيم من 1 إلى 6، أو ممكن نستبدلها بتي، لكن نفس الشيء. لماذا؟ لأنه أقل بتساوي ك، يعني 1 و2 لحتى ك. كم عدد هنا؟ عددهم ك من الأعداد، كل واحد منها احتماله 1 على 36، فبالتالي كل هذول بيعطوني الاحتمالات ك على 36. هذه فقط لتوضيح هذه المعادلة. ننتقل الآن إلى الفرع ب. الفرع ب يقول مطلوب إيجاد fx of 2.5. بنعوض تعويض عن t تساوي 2.5، رغم أنه المتغير العشوائي x لا يأخذ قيما غير موجبة، فهو يأخذ القيم فقط من 1 إلى 6، لكن عندما نعرف الـ cumulative distribution function فإننا نعرفها على كل الـ real line. نعرفها كالتالي، العملية بسيطة جدا، نقول fx of 2.5 يساوي احتمال x أقل بتساوي 2.5. طبعا x لا يأخذ 2.5، فبالتالي هذه احتمال x أقل بتساوي 2.5 يساوي احتمال x أقل بتساوي 2 فقط، والباقي اللي هو احتمال أن x يكون أكبر من 2 وأقل أو تساوي 2.5 هذا صفر، لأنه x لا يأخذ قيما أكبر من 2 وأقل بتساوي 2.5، يعني لا يأخذ قيم محصورة بين 2 و2.5، لأنه يأخذ فقط أعدادا صحيحة موجبة. فبالتالي هذا يساوي fx of 2، فبالتالي fx of 2.5 تساوي fx of 2، لأنه بعد 2 لحتى 2.5 لا يأخذ x أي أعداد، وهذا طبعا نستخدم في المعادلة التي حصلنا عليها من الفرع A وهي t تربيع على 36، فنعوض عن t بقيمة 2 ونحصل على 2 أس 2 اللي هو 4 على 36، والناتج يساوي 9. طبعا مطلوب منا أن نعرف كيفية رسم الفانكشن fx of t لأي متغير عشوائي، ففكروا في عملية الرسم وإن شاء الله نجيب على هذا السؤال في المحاضرات التالية، وإلى اللقاء.